انا اتكلم عن المالور فراكشرز، از ات ذات سمبل؟ طبعا مقارنه بالمحاضره اللي قالها الاستاذ الدكتور حاتم بيه، طبعا البلافون هو يعني حاجه فيري ديفيكلت سوفت ايشو انجري فيها، او السوفت ايشو ايشو از فيري امبورتنت. غالبا البلافون ده بيعملها فيري سينيور سيرجن، لكن المالير فراكشرز غالبا بتتساب لمور مور اور ليس جونيورز، على اساس انها فراكشر فيري كومن. انا مش هقدر ابتدي النهارده من غير ما احيي الحدث النهارده اللي حصل، وفوز الديمقراطيه الامريكيه. طبعا عارفين السياسه الامريكيه بالشفافيه والنزاهه والعفه وكل حاجه. وسكن احيي اخواننا المسيحيين بالعيد 7 يناير. انا يعني ما كنتش احب ان انا اتكلم في يوم العيد عشان حتى اللي يبقاش في عيدهم، لكن هي طبعا البروجرام في ايام معدوده ومحدده انفا ومن زمان، فهي صادفت بس كده. ثالثا بحيي طبعا الرجل المنظم للمنظومه الهائله دي، استاذ الدكتور محمد الاشهب وقسم عظام بنها يونيفرسيتي فور ذيس جريت ايفورت. انا مش هكتر علشان الوقت. انا بقول الانكل جوينت از ويت بيرنج جوينت اكسبوزد تو فورسز ذات مي اكسيد 5 تايمز بودي ويت ويذ فيجوروس اكتيفيتيز اند سبجكتد تو ستريسز ان اول دايركشنز اند ات ذا سيم تايم ات لاكس انترنسيك ستابيليتي. نراجع بسرعه امبورتنت اناتوميك بوينتس. احنا عندنا 3 مليولاي وفراجمنت اكستنشن انتيرير من التيبيا اللي هي التيلو فراجمنت اللي الاستاذ الدكتور حاتم قالها، ودي بروميننت انتيريرلي تعتبرها كانها فورس مالولس. الميديال مالولس فروم ذا ميديال اكستنشن اوف ذا تيبيا في تو كوليكولاي اللي هو ده anterior colliculus posterior colliculus وبينهم intercollicular groove. الفيبولا بتكستند ماتش مور ديستالي لحد هنا اهو، الفيبولا ماتش مور ديستال اكستنشن ذان ذا ميديال مالولس. الميديال مالولس بيمسك فيه الميديال كولاترال ليجمنت او الدلتويد ليجمنت، وده عباره عن تو لايرز. سوبرفيشال بارت بيكستند فروم anterior from the navicular back to the calcaneum crossing and attaching على السبرينج ليجمنت in between. لو شلنا السبرينج السوبرفيشال ليجمنت هنلاقي الديب ليجمنت عباره عن تو باندز اللي هم الديب انتيريور تيبيو تيلر والديب بوستيريور تيبيو تيلر ماسكين في التيلس. وده سكيماتيك دايجرام شو السوبرفيشال لاير ماسكه في الانتيريور كوليكولاس في النافيكولار والسبرينج ليجمنت والسستاكولار تيلاي، والجزء اللي ماسك فيه البوستيرير كوليكولاس اللي هو الانتيرير والبوستيرير تيبيو تيلر. الكروس سيكشن ده كورونال كات بيبين الدلتويد ليجمنت هنا اهو، اند ات شوز هاو ات از ثيك اند فيري شورت طالع من الميديال سيرفيس اوف ذا ميديال مالولس للتيلس. ده بريفنت لاترال ترانسليشن abduction and more importantly external rotation of the talus. Lateral malleolus it lies posterolaterally في حتة اسمها incisura في التيبيا. هو مش laterally بالضبط، هو posterolaterally، وده ليه implications كتيرة في treatment of malleolar fractures. It extends much lower زي ما قلنا. The lower part بتاعه بتاع lateral malleolus is not straight, it is curved ومحمل على ال lateral part of the talus. ده في ال mortis view بيبان قد ايه هو curved و articulating مع بعض الاناتوميك considerations اللي احنا لازم نعرفها. عشان كده الاناتوميك بتاعت اللي احنا كنا بنقول زمان ان في الانكل ده زي المورتس بتاع اللي هو فيه two parts وحاجه في النص، لا هو عباره ال lateral part ما هوش straight، هو curved. والحته دي the weight bearing area بتاخد حوالي 6th body weight. The schematic diagram that shows that the fibula because of its obliquity distally if it moves upwards من غير lateral translation او lateral
subluxation, it allows the talus to translate or sublux laterally with that, with, and this is very important. The plafond, the ceiling of the ankle, ماشي هنا في two depressions with growth with prominence في النص. That articulating بالضبط مع شكل التيلس من فوق اللي هو عبارة عن two domes with growth أو depression in between. وده articulate بالضبط مع الشكل بتاع distal tibia. وعشان كده لو حصل lateral translation of the talus هيبقى في point contact هنا واثنين اللي هم رمز هاملتون اسو باي بريشر فيلمز اللاترال ترانسليشن وجد ان هو 1 ملم اوف لاترال ترانسليشن اوف ذا تيلس ليدز تو انكريز ذا بريشر كونتاكت 42%. شايفين شكل التيلس ان هو وايدر انتيرير ذان بوستيريرلي وده شكل الانكل وهو مفتوح التيلس وايدر انتيرييرلي وفي تو دومز اند جروف وده شكل البارت الارتكليت مع الديستال فيبولا وهنا اللور تيبيا باين قد ايه اللور اند اوف ذا تيبيا الارتكلر ذا فيبولا سوري ارتكليتنج مع اللاترال سيرفيس اوف ذا تيلس هنا الجروف على الباك اوف ذا فيبولا فور ذا برونياي وهنا الجروف على الباك اوف ذا ميديال مالولس فور ذا تيبيالس بوستيرير البوستيرير مالولس ده الحته دي هي اكستند distally much more than the anterior والدوم بتاع التيلس بتاع التيبيا ده الحتة دي اللي بتسميها المثلث ده اللي هو الفولكمانز or third malleolus حوالي 25% من الarticular surface بتاع الديستال تيبيا وده ليه أهمية في انه هو بيزود الكونجروانسي of the joint ما بيخليهوش very flat وبعدين بيعمل restrain للposterior translation of the talus لو بصينا من ورا هنلاقي ان البوستيريور مالولس ده فيري امبورتنت لان هو زي ما قلنا جزء من البلافوند هو جزء من الانسيزيورا فور ذا فيبولا وهو اتاتشمنت اوف ذا بوستيريور انفيريور تيبي فيبولر ليجمنت سينزموز اكشوالي از ا هيلاين جوينت في سينوفيوم اللي هو ارتكيليشن بين التيبيا والفيبولا وقلنا ان هو ده بوسترو لاترالي الانتيريور بارت تيلوش هابو فراجمنت is much more lateral than the posterior part. الجزء ده اسمه التاليو شابو فراجمنت وهنا باين الاكستنشن بتاع السندزموز. في 3 important lines في الراديولوجيكال. Line A ده الفلور of the incisor. Line B is the medial cortex of the fibula. Point C is the lateral end of the تيلو شابو فراجمنت الجزء اي بي هو الجوينت السينزموز وده المفروض يكون as wide as or slightly less than the ankle joint space الجزء اللي هو بي اند سي is on the AP view must be there must be overlap of at least 10 millimeters 1 centimeter الليجمنتس اللي بتمسك السينزموز او الانفيريور تيبي فيبولر جوينت حوالي 5 عندنا الانتيريور انفيريور تيبي فيبولر ليجمنت من من التيبيا باسس داون اند لاترالي واحد زيه بالظبط فروم ذا فروم بيهايند اللي هو البوستيرير انفيريور تيبي فيبولر ليجمنت وبعدين في من ترانسفيرس تيبي فيبولر ليجمنت فروم بيهايند وبعدين الانتر اوسياس ممبرين اند كوندنسز ات اتس لوور اند از ان انتر اوسياس ليجمنت هنا الصورة دي بينا 13 اللي هو anterior inferior tibia fibular ligament غير 12 اللي هو ankle ligament اللي هو anterior talo fibular بين التيلس وبين الفيبولا مش التيبيا والفيبولا ال ankle ligaments بنسميهم لما يحصلهم injury دول بنقول عليهم low ankle sprain ال ligaments بتاعت السينزموز اللي حصل فيهم injury بنقول عليهم high ankle sprain From behind, زي ما قلنا, ده ال posterior malleolus. 7 is the posterior inferior tibia fibular ligament. ده الجزء ده اللي هو transverse ligament ماشي مع ال posterior inferior tibia fibular ligament بس extend all the way across the back of the lower tibia.
يبقى احنا كده نقدر نتخيل ان هو الليجمنتس بتاعت السندزموزس ماسكه التيبيا تو ذا فيبولا باي ذا انتيريور انفيرو تيبي فيبولار ليجمنت، ومن ورا بالبوستيريور انفيرو تيبي فيبولار ليجمنت، عاملين از ا كومبليت رينج ان ذا اكسيال بلين. الرينج دي لو اتقطعت لانها ما هياش كومبليتلي بوني، يو ماست سيرش فور ا بريك اور تير ان ا سكند بارت. كمان في رينج تانية ان ذا كورونال بلين، ان الليجمنتس بتاعت ماسكه التيبيا للفيبولا اللي هم السندزموز، وبعدين من الفيبولا للفوت عن طريق اللاترال كولاترال ليجمنت، وبعدين من الفوت للتيبيا باك ثرو ذا دلتويد او ميديال كولاترال ليجمنت، ودي بتعمل انذر رينج. التو رينجز دول هم اللي بيشرحوا القصه بتاعت المليولر فراكشرز. This is to summarize the anatomy of the ligaments. The anterior inferior tibia fibular ligament وراء posterior غير the anterior talofibular والposterior talofibular and calcaneofibular اللي هم ligaments of the lateral collateral ligament of the ankle. On the medial side, the deltoid in these in its two parts. في عندنا كام facts قبل ما نشرح المليولر fractures. في anatomical facts that the inversion is much more common than eversion. ليه؟ لان احنا قلنا ان الفيبولا extends much more distally، فصعب ان يحصل eversion لكن سهل ان يحصل inversion، وعشان كده الابدكشن او الايفرشن انجري بتستخدم او بتحدث نتيجه very high energy trauma. تاني فاكت ان الاكسترنال روتيشن انجريز از ماتش مور كومن ذان انترنال، برضو عشان البوزيشن اوف ذا فيبولا is more posterior. وعشان كمان الـ oblique axis of the subtalar joint لو حصل inversion الـ navicular دي بتطلع medial to the talus, هو the talus, and it pushes the talus laterally in relation to the tibia. الـ mechanical facts زي أي حاجة mechanical أو engineering, the tension side fails first. يعني لو انت خدنا التيلس دي into abduction it pulls on the deltoid ligament, either it cut the deltoid ligament or evolves the medial malleolus, and then it is free to push the lateral malleolus. So tension side fails first and the ligaments either fail at mid substance or evolves a bone. لو عملت evulsion للbone, the evulsion fracture زي ما احنا عارفين ليه characteristic لا تتغير. It is simple, transverse, no comminution, absolutely perpendicular to the line of pull on the ligament, and so what? So it must be fixed by a tension absorption fixation as a tension band wires or leg screws. As regard the classification, عندنا AO classification, which is very simple. It's ABC, it's very useful for the juniors. لكن الحقيقة هي بتتكلم عن حاجة واحدة. In type A, the fracture of the fibula is below the syndesmose and the syndesmose is intact, full stop. Type C, the fracture of the fibula is above the syndesmose and it means that the syndesmose is at least partially torn. It must be torn so the fibula can move and then break above the syndesmose. لكن المشكلة إن تايب بي هم جمعوا فيه كل الكومن تايبس اوف الانكل فراكشرز، وبعضهم فيه سينزموتيك انجري وبعضهم ما فيهوش زي ما هنشوف. لكن اللي يفهمنا الماليولر فراكشرز هي لوج هانسن كلاسيفيكيشن، وهو باختصار عمل لقى ان فيه تو ميكانيزمز اوف فراكشر، ايذر يوني دايركشنال فورس اللي هو الابدكشن والادكشن، اند a torque force اللي هو الاكسترنال روتيشن. ما بيحصلش انترنال روتيشن في الانكل واحنا عارفين ليه، لكن البيور فورس بتحصل ان بيور ادكشن وماست اند ذا فوت ماست بي سوبينيتد، او بيور ابدكشن اند ذا فوت ماست بي برونيتد. The torque forces by external rotation, again the foot can be supinated or can be pronated. وهنشوف الفرق. يبقى لو الفوت supinated can lead to supination adduction or supination external rotation. ولو الفوت at the time of injury كانت pronated can lead to pronation abduction or pronation external rotation. ناخد type supination adduction.
نستعمل الفاتس الفوت سوبينيتد وحصل ادكشن فورس، يبقى اللاترال كولاترال ليجمنت هيتقطع سواء ان 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 سبستانس او ايفالسز بارت اوف ذا لوور اند اوف فيبولا، وبعد كده التيلس كان از فري تو موف and it knocks the medial malleolus and it leads to a compression absolutely vertical split fracture زي كده. هنا شايفين الميديال lateral space is wide، معناته ان lateral collateral ligament is torn. الميديال malleolus fracture is vertical split fracture and because the there is no external rotation the ligaments of the lateral collateral ligament they are not torn sequentially واحد ورا الثاني، they are all pulled together. ف sometimes the strength بتاعهم بيفوق the strength بتاع الفيبولا فيحصل avulsion fracture of the fibula and again split fracture of the medial malleolus. ودي الحالات القليله اللي احنا بنشوف فيها plate medially والscrews laterally. Then the fracture of the fibula by avulsion must be fixed by leg screws. والfracture of the medial malleolus is vertical محتاجين buttress screws زي tibial plateau و anti-glide plate. هنا ال fracture كان slightly posterior فتحط ال anti-glide plate on the slightly posterior. لكن في بعض الأحوال زي ما شايفين في الحالة دي في ال medial part of the plafond is missing وده زي tibial plateau again is not split pure is a split depression. في الحالة دي انت لو عملت الاكس راي اعتمدت على الميديال كورتكس وثبتت هنا وسبت المصيبه دي هيحصل ان العيان يبقى كويس في الاكس راي، واول ما يبتدي يحمل الهيد الميديال كورنر اوف ذا تيلس هيخش هنا ويحصل تيلت وفارس سبيشالي لو كان اللاترال كولاترال ليجمنت كمان مقطوع. في الحاله دي يو ماست اوبن ريديوس ذا فراكشن ديبريشن جرافتد اند بوت ذا سكروز like here. هنا الانجل ما تصلحتش كويس، الانجل عاليه ونتوقع العيان ده بعد شويه هيمشي الجزء ده هيخش انتو فارس ويبتدي يخش فيه فارس. النوع الثاني اللي هو البرونيشن ابدكشن وده برضو السكند تايب اوف بيور يوني دايركشنال فورس، ما هواش تورك ما هواش تويست، واحنا عارفين التويست بتؤدي الى سبايرال فراكشر عاده والانرجي فيها بتبقى اقل، البيور فورس ده بتبقى الانرجي فيه اعلى وعشان كده بتبقى الانجري اعلى زي ما شفنا في السوبينيشن ادكشن ممكن يكون ديبريشن سبليت ديبريشن. هنا برضو بيحصل باي ديفينيشن بول الاول على الميديال سايد ايفالشن اوف ذا ميديال مالولس او رابشر اوف ذا دلتويد ليجمنت وبعدين التيلس تو موف تو نوك ذا فيبولا. هتلاقي كل الليجمنتس بتاعت السيندزموز بيتحدوا اجينست الفورس دي فيحصل ماركت كومينيوشن اوف ذا فيبولا وممكن جدا يبقى الليجمنتس بتاعت السيندزموز انتاكت. ممكن ما يحصلش دايستيز زي ما بنقول نتيجه ان الليجمنتس بيحصل عليهم ستريتش سيمالتينيسلي نوت سيكوينشالي، لكن احيانا بيكون في اليمنت اوف اكسترنال روتيشن معاها فيحصل injury of the syndesmus anteriorly وبعد كده يبقى الفراكشر above the syndesmus with comminution. وباين في الصورة دي ان هو في rotation، نحن شايفين التيلس AP وشايفين التيبيا as a lateral view. في الحالة دي and you must it is very difficult to regain the shape and length of the fibula وقد تحتاج a locked plate عشان تحط المسامير multi directional في الكومنيوتد فيبولا ويمكن تستعمل different angle screws. دول اليوني دايركشنال تايبس. النوعين الجايين اللي هم external rotation تايبس بيفترقوا في وضع الفوت الاول. اذا كانت الفوت to start with is in supination بيؤدي الى نوع اسمه supination external rotation type وده الحمد لله 80% of ankle fractures. يحصل الكسر التيلس تحصل external rotation رغم انها supinated، رغم انها supinated ما بتروحش ميديالي بتروح laterally تعمل external rotation للفيبولا والكسر لا يتغير long nice
fracture start at the ankle joint and pass upwards and backwards. القصة هنا إن عشان the foot supinated, the medial collateral ligament أو deltoid ligament is not ما بيحصلش عليه tension وما بيحصلوش rupture فبيفضل intact وبيبقى هو الأكسس بتاع الروتيشن. فالتيلس ما تقدرش تتحرك لقدام لكن تلف في مكانها حوالين الأكسس ده وتزق الفيبولا لورا فيحصل rupture of the anterior inferior tibiofibular ligament وبعدين يحصل الكسر اللي احنا شفناه وإذا كملت هتعمل pull على posterior malleolus وبعدين في الآخر ممكن تأفلس الميديال malleolus. يبقى الكسر من تحت anteriorly لفوق posterior لا يتغير. Very common إن هو ياخد partial injury of the anterior inferior tibiofibular ligament وساعات يبتدي تحتيه وساعات يبتدي فوقيه لكن شكل الفراكشر لا يتغير. هنا نبتدي من عند الانكل الانتيريور انفيرور تيبيفيبولار ليجمنت هنا قطع الانتيريور انفيرور تيبيفيبولار ليجمنت وابتدى above it. في الاخر التيلس is free to move هي مع اللاترال مالولس وقطعت الانتيريور انفيرور تيبيفيبولار ليجمنت والبوستيريور كمان وبعد كده خدت معاها الميديال مالولس سواء باي cut of the injury of the deltoid ligament or avulsion of the medial malleolus. يبقى ال الدائرة دي بتبتدي هنا anterior inferior tibiofibular ligament then fibula then posterior وأخيرا medial malleolus. والدائرة دي لا تتغير sequence بتاعها ودول ال stages بتوع supination external rotation type. ال spike دي is very characteristic بان في lateral view إن هي متحركة posterior and superiorly. On the medial side, the avulsion بتاع medial malleolus محتاج tension absorption mechanism. On the lateral side, محتاج contour plate واصلة لحد تحت. The tension band wiring is completely now replaced by screws, AO 4 millimeter screws as a compression. And the plate with leg screw anteroposterior is replaced again as we will see by posterior anti-glide plate in most of the cases. الناس اللي بيقولوا الميديال مالولس لو كان in place مش محتاج نفتح عليه هنا احنا بفتحنا على minimally displaced medial malleolus وده الريتيناكلم تبدو ان هو ما فيش injury ولا حاجة في شوية ecchymosis. بعد ما تفتح الريتيناكلم هتلاقي كل ده is periosteum of the lower tibia evulsed and was in the fracture here. يبقى أي displaced medial malleolus must be opened and fixed وهتلاقي soft tissue in the fracture site. طيب إحنا لو كان ال deltoid ligament تتقطع مش medial malleolus هتعرف إزاي إنك هي دي stage 2 يعني حصل rupture of the anterior inferior tibiofibular ligament وfracture fibula ولا الفورس كملت لحد ما خدت medial malleolus. طبعا هنشوف انه هنقول كلام عنها بعدين لكن لو هو الفراكشر هاي او في بوستيرير مالولس يبقى انت متوقع جدا ان الفورس كملت لحد ما توصل ستيج 4 اللي هو ميديال كولاترال ليجمنت انجري. في علامات لي كلينيكالي اند راديولوجيكال والسيجنيفيكانس بتاعته بتاعت ميديال كولاترال ليجمنت ان ذا تريتمنت اوف مالولار فراكشر از انكريزنج and generally about 40% of this type has a medial collateral ligament injury. There is many disadvantages of the lateral plate. اولا اللاترال بليت لما بنحطها هنا بتبقى subcutaneous تحت very thin skin over the lateral malleolus وده بيأثر على wound healing. ساعات العيان يقول لك انا حاسس المسامير والهيد بتاعت المسامير وبتبقى palpable وتعمل مشاكل في الشوير وده بيستلزم بليت ريموفال غير ان هي البليت دي بتحتاج كونتور ان تو بلينز وممكن تكستند لحد تحت. لكن المهم غير انها لونج انسيجن ولونج بليت ان البيرشز بتاع الديستال سكروز ماشيه في الاتجاه ده الحته دي فيري كانسيلس ولو طولت المسامير هتخش في السندزموز او في التيلس غير ان اللاج سكرو الاي لاج سكروز بيجي ورا اتجاه البيرونيال تيندونز في حته فيري كانسيلس وفيري ثين وغالبا البيرشز بتاعته بتبقى مشكله.
وبيعمل لو prominent tendon irritation, وفي الآخر برضو البليت دي بتشتغل as a neutralization plate which has a limited strength. في اثنين اللي هم بيرنر اند فيبر عملوا ال posterior anti glide plate إن هو يمنع يprevent ال superior migration of this characteristic spike. It avoids the كل disadvantages اللي احنا قلناها حوالي 15 حاجة بتاعت lateral plate. البليت هنا تبان انها محطوطة directly posteriorly في الاي بي, ودي بتبقى shorter plate زي ما احنا شايفين في المنظر ده تبان posteriorly. وزي ما شايفين في الاشعاعات دي ان الوايرز او السكروز متجهة من قدام لورا, لان في الاكسترنال روتيشن انجريز الايفولشن بيبقى من قدام, فبيبقى الكسر ما هوش ترانسفيرس, بيبقى اوبليك بالمنظر ده. في اثنين اللي هما شافر اند مانولي عملوا اكسبيرمنتال كادافيريك تيستينج اوف سباينيشن اكسترنال روتيشن انجريز في 28 كادافر, وركبوا البوستير انتي جلايد بليت وفي جروب اللاترال بليت, ولقوا ان الاستيفنس والانرجي ابزوربد والتورك تو فيلير اعلى بكتير في البوستير انتي جلايد بليت, بالذات في الاوستيوبروتيك بون. ده لان المود اوف فيلير لو حصل في اللاترال بليت, المود اوف فيلير بيحصل نتيجه ان السكروز دول بتحصل تطلع من البون او يحصل فيرتيكال فراكشر بين المسامير, لكن في البوستير انتي جلايد بليت الفيلير بيحصل باي بيندينج اوف ذا ميتال, يعني انت السترينث كله معتمد as an anti-glide او buttress posteriorly. البليت بتتحط لحد ما توصل للposterior inferior tibiofibular ligament, ولما بتبوش البليت لتحت هي بتعمل indirect reduction, وبعدين بتحط اول مسمار هنا, وده انت عشان تعمله بتجيب الرجل on the edge of the table, بتفتح على posterior border of the fibula, هتلاقي الكاركترستيك فراكشر ده لا يتغير. تحط البوستيرير انتي جلايد بليت, وممكن ادفانتج في الحاله دي انك تحط تثبت البوستيرير مانيولس باي سكرو فروم ذا سيم ابروتش. طيب هل في دايستيز ولا لا؟ تعرف دايستيز ولا في دايستيز ولا لا؟ طبعا لو عندك فراكشر ميديال مانيولس هيبقى في دايستيز, لو فراكشر اباف ذا انتيرير انفيرور تيبي فيبولر ليجمنت زي هنا هيبقى في دايستيز. لو عندك افالشن اوف ذا تيلو فراجمنت اللي هو ماسك فيه الليجمنت ده, او الفاجستاف فراجمنت من الفيبولا اللي هو ماسك الليجمنت في الناحيه الثانيه, او فولكمان فراكشر, يبقى انت عندك انجري في السيندسموس. ده اللي هو البوستير مالولس او الفولكمان تراينجل. لو الميديال جوينت سبيس طبعا فاتح هيبقى عندك سيندسموس, وبعد كده السيندسموتيك ديستانس اللي احنا قلناهم دي تبقى اقل من 5 اي بي, وبي سي تبقى على الاقل 10 او اكثر. بعد كده الكلينيكال تيستينج ان انت بتشوف, لكن الاوفرلاب ده لازم يتقاس على الاي بي فيو اللي هو هنا. لو عملت مورتس فيو ده باين ان احنا الكالكينيوم باينه زي الرينج هنا, يبقى ده مورتس فيو ما تقدرش تحكم على الاوفرلاب فيه. وبعد كده بتعمل كلينيكال ستريس تيست, وبعد كده ممكن تعمل ستريس فيلم في العمليات, يا اما بهوك وتصور, او ان انت بتسند على الابر فيبولا بايدك وتاخد الفوت والتيلس لاترالي باي ذا اذر هاند. اخر نوع اللي هو البرونيشن اكسترنال روتيشن تايب. الفرق الكبير بين الاثنين السوبينيشن اكسترنال روتيشن والبرونيشن اكسترنال روتيشن ان الميديال دلتويد ليجمنت هنا اول حاجه اتقطع لان هو تايت, لان الفوت برونيت. اول ما اتقطع الميديال كولاترال ليجمنت التيلس تبقى فري تو موف اند ات موف انتيريرلي مش بوستيريرلي, وتلف حوالين الاكسس اللي هو بيكون السنتر اوف ذا فيبولا. الفيبولا بتلف بعد ما يتقطع الانتيريور تيبي فيبولار ليجمنت, طبعا الفيبولا تلف حوالين نفسها وتستحمل لحد 2 3 انش فوق الانكل, وبعدين يحصل فيري كاركترستيك فراكشر فيري شورت اوبليك ماشي ان ذا اوبوزيت دايركشن, مش من قدام لورا سوبيريرلي, هو من قدام لورا inferiorly. ده very short وفي غالبا some comminution. وبعد كده في الآخر تبقى تيلس والفيبولا free to move and it pulls on the posterior malleolus اللي هو Volkmann's triangle, either it avulses or rupture the ligaments.
يبقى في supination external rotation الميديال الدلتويد ليجمنت از انتاكت والاكسس هنا التيلس ات موفز باكوردز اند ات بوش ذا فيبولا باكوردز. في البرونيشن اكسترنال روتيشن اول حاجه بتتقطع الدلتويد ليجمنت الاكسس على الفيبولا, الفيبولا ات روتيتس اراوند ات سيلف اند التيلس بت موفز انتيريورلي. في الاول نفس السيكونس اللي قلناه لكن هنا بتبدا الانجري بالانتيريور انفيبولر انفيريتيف فيبولر ليجمنت وتنتهي عند الميديال مالولس. هنا العكس, هنا بتبتدي عند الميديال مالولس وتنتهي عند البوستيرير مالولس او الفولكمان تراينجل. ده شكل الكسر في السوبينيشن اكسترنال روتيشن, ده شكل الكسر في البرونيشن اكسترنال روتيشن. شكل الكسر في السوبينيشن اكسترنال روتيشن كان انجر ذا انتيرير انفيرير تيبي فيلر ليجمنت اور نوت, ممكن يبتدي من تحتيه لكن هنا لو شايفين الكسر ده يبقى الانتيرير انفيرير تيبي فيلر ليجمنت از تور اند ذا دلتويد ليجمنت اور ذا ميديال مالولس از تور. ده شكل الكسر في السوبينيشن اكسترنال روتيشن, ده شكل الكسر في البرونيشن اكسترنال روتيشن. طيب الدلتويد ليجمنت هنا لو شفت الكسر ده, ده ممكن يكون دايركت تروما, مفيش حاجه اسمها دايركت تروما في الانكل انجريز. This is an pronation external rotation injury. باين السندزموز is open, مفيش overlap. الميديال دلتويد ليجمنت حتى لو ما كانش باين السبيس مفتوح it must be torn. وده نتيجه ان انت لو تشوف ان الكسر ده حد شخصه انه دايركت تروما it complete union with lateral translation and no union of the medial malleolus. Sometimes بيحصل ان ال البلاستيستي بتاعت الفيبولا تستحمل والتيلس تزق الفيبولا لحد فيري هاي لحد ما تتكسر في الميد شافت او ات ذا فيبولار نيك. وده اللي وصفه ميزانوف, والعجيب انه ميزانوف وصفه في الكسر ده باي ديستكشن 150 سنه قبل ما رونتجين يكتشف الاشعه. المصيبة في الحالة دي ان انت لو ما شفتش البوستيرير مالولس فراجمنت دي او ما فيش او تكون ليجامنتس والكسر كان عالي فوق الاشعة وجالك العيان ريديوست ممكن ما تشخصش ان ده. مش كل العيانين هيجوا بالمنظر ده, دي مش محتاجة طالب عشان يعرفها. في complete rupture of the deltoid and complete rupture of the interosseous all ligament and membrane. لو ما خدتش بالك من ان الميديال جوينت سبيس ذا اوبن يو كان ميس ذيس ميزانوف فراكشر. هنا يمكن عندك كلو ان في جزء من الليجمنت ايفالسد. العيان ده اللي احنا شفنا فيه البوستيرير مالولس ما تشخصش, جه بعد مده طويله جدا حوالي 6 شهور باوستو ارثرايتس ان البوستيرير فولكمانز ديسبليسد وحصل بوسترو لاترال سبلكسيشن يونيون في ابنورمال بوزيشن اوف ذا فيبولا. شايفين الفيبولا شكلها حتى روتيتد والميديال جوينت سبيس اوبن. الكلاسيك تايب حتى لو في فاريشن ماست بي فيكسد, والبروبلم في التايب ده ان انت تمنتين الفيبولار لينس اكزاكتلي اند بوزيشن اوف ذا فيبولا ان ذا انسيزيورا تو ريستور ذا سندزموز. طيب الليفل اوف ذا لاترال مانولس fracture does reliably indicate syndesmotic injury? I think no. لأن type B زي ما شوفنا ممكن type B يكون pronation abduction with syndesmose intact, ممكن يكون في rupture للanterior inferior tibiofibular ligament partial, وممكن يكون في avulsion of the posterior inferior tibiofibular ligament ففي complete syndesmotic injury. Type C can be incomplete syndesmotic injury بمعنى إن هو حصل medial deltoid ligament injury, anterior inferior tibiofibular ligament, fibula rotated and fractured or not, والposterior ما حصلش فيه injury as the trauma energy stopped at this level. يبقى ال level of the fibular fracture does not tell exactly the case of the position or the health of the syndesmose. آخر حاجة الـ posterior malleolus fracture. الـ posterior malleolus fracture حقيقة هو برضو فيه أهمية دلوقتي إن هو مرتبط بـ poorer prognosis. الـ trimalleolar fractures
تكون بتشمل 7% من الانكل فراكشرز. البوستيرير مالير فراكشر ممكن يكون موجود في 18% من الباي مالير فراكشرز، واحيانا بيكون ايزوليتد فراكشر والباقي ليجامنتس. زي ما شفنا هنا، هنا في very small can be missed with a mesenoph very high fibular fracture. في السبينيشن اكسترنال روتيشن ده ترتيبه بيبقى نمره 3 زي ما قلنا، anterior inferior tibiofibular ligament الاول، ثم الفيبولا، ثم البوستيرير مالورس. لكن في البرونيشن اكسترنال روتيشن تايب بيبقى ترتيبه 4 لانه بيبتدي بالديلتويد ليجامنت ثم الخطير بقى ان هو في دلوقتي اثنين عملوا كلاسيفيكيشن باي سي تي. هاراجوشي ده عمل سي تي كلاسيفيكيشن للبوستيرير مالورس زي التيبيال بلاتو ريسنتلي، ولقى ان هو تلتين الحالات بوسترو لاترال فراجمنت، لكن في 19 او 20% بياخد بوستيرير اند ميديال، كل البلافوند بوستيرير. في 14% بيكون عباره عن شيل بسيطه ملهاش علاقه بالارتيكولار سيرفيس. بارتونيش اند راملت عملوا اثنين عملوا كلاسيفيكيشن ثاني معنيه ب الفيبولر نوتش الانسيزيورا، ولقوا ان هو في 4 تايبس. تايب 1 از اكسترا انسيزيورال، يعني الفراكشر اوف ذا بوستيرير مالولس مش داخل في الانسيزيورا خالص، بعيد عن الانسيزيورا، وده بيمثل نسبه بسيطه. اكثر زي الكلاسيفيكيشن الثانيه اكثر من 50% از ابوسترو لاترال فراجمنت وداخل في الانسيزيورا، واللي هو بيبان في السي تي بالمنظر ده، وده فيري جود تو بي fixed by screws. Type 3 حوالي 30% ان اللي هو اتقال في الاول posterolateral and posteromedial وداخل في الانسيزيورا، وده بيبان لما بيخش في البوستروميديال ان هو بتشوف double flake sign double shadow of the medial malleus زي ما هو باين في الحته دي، اعرف على طول ان هو في posterior malleus laterally and medially. Last type حوالي 10% اللي هو very big fragment واخده جزء كبير جدا، يمكن نص الدوم ونص الانسيزيورا. البيج فراجمنت دي بيبقى لها بيك مثلثه فوق، فبنقول عليها الجوثيك ساين زي الفن الجوقي بتاع الكنائس في اوروبا في بعض القصور، بيبقى باين في الاي بي ان هو زي المثلث فوق زي كده، ولو ان هنا مش مثلث قوي باين فيه الفراكشر فيبولا، وشايفين قد ايه البوستيرير مالس واخده لحد نص البلافوند، باينه جدا في السي تي كاتس. ومعها ده النوع ده معاه ذا ورست كيس اوف بوستيرير ترانسليشن. فالبوستيرير مالس زي ما قلنا اهميته ان هو واخد جزء من البلافوند وبيمنع بيقلل الكونجروتي وبيعمل ستيب وبيسمح بالترانسليشن بوستيريرلي، داخل في الفيبولار نوتش اللي هي الانسيزيورا، وده بيأثر على السندسموس، وبعدين بيأثر كمان على الانتجريتي اوف ذا بوستيريور تيبيفيبولار ليجامنت، وده ماست بي ريستورد اند فيكسد. طب هنعمل له فيكسيشن ازاي وامتى؟ نعمل له فيكسيشن لو هو واخد اكتر من 25% اللي احنا كلنا عارفينها. لو في ستيب اكتر من 2 مليمتر ذيس ماست بي فيكسد اند ريديوسد اند ريكومندد وين ذير از اديشنال ستابيلايزيشن از نيدد. يعني ايه؟ يعني لو انا عندي unstable stage 4 والميديال كولاترال ليجامنت مقطوع، انا عايز اثبت السندسموز as much as I can، وعندي بوني فراجمنت في البوستيرير مالولس، it is good to fix. البلاننج الريدكشن غالبا احنا لما بنثبت الميديال واللاترال مالولس ونعمل دورسي فليكشن الجزء ده بيبقى ريديوسد، ولو مش ريديوسد ممكن افتح ستيب snap incision واحط بون ريدكشن كلاب وستيبس اند اي ريديوس ذيس فراجمنت، او ان انا احط كي واير استعملها از ا جوي ستيك. از ريجارد الابروتش انا عندي اربعه ابروتش ممكن اثبت بيهم او اوصل بيهم، اعمل انتيرير ابروتش واعمل انتيرير ان دايركت ريدكشن ولاج سكرو فروم انتيرير، او ترانس فيبولر ابروتش ان انا افتح الفيبولا بلامينر سبريدر، افتح الكسر بتاع الفيبولا في اللامينر سبريدر، وبعد ما افتحه كل ده الاقي الستيب بتاعه البوستيرير مالوس اعمل لها ريدكشن.
This is actually very difficult, محتاجة a lot of dissection. لازم ما تحصلش إلا في supination external rotation type fracture of the fibula. And it is indicated only لو في depression في the posterior malleus, مش عارف أرجعه either anterior or posterior. The posterior lateral approach, this must be known by every surgeon, very easy approach, وهو اللي بيدخل direct على the posterior malleus, وال posterior medial approach لو الفراجمنت mainly medially. لو ثبتنا indirect approach, اولا لازم اتاكد من الريدكشن which is difficult. ثانيا اعمل preliminary fixation وبعدين احط السكروز. ال 4 ملم 4 ملم سكرو اي او سكروز السريشن فيه طولها حوالي 14 ملم والكانيوليتد سكروز السريشن فيه حوالي 18 ملم. يعني يقول 15 ملي الفراجمنت لو هنا دي اقل من 15 ملي السيريشنز ويل كروس ذا فراكشر و ات ويل بريفنت الهيلينج اند ويل نوت دو كومبريشن. غير ان هو الريست اوف سكرو ماست بي ايكوال تو ذا سيم اذروايز ذا سكرو ويل بي بروميننت اند امبيدنج اون ذا بيرونيال تين. It's much easier to go posterior laterally and do direct compression from posterior by this screw, whether the fragment is big or even a flak or small. The approach is very easy. أنا بخش على الكسر بعمل temporary reduction and go with one screw or two or even small plate as in this case. الكيس دي مثبتة the posterior fragment, the posterior lateral fragment will screw across the plate. The patient can be prone, semi-prone or lateral position. The incision directly over the peroneal tendons. أخذ the peroneal tendons medially أثبت الفيبولا وبعدين أخذهم laterally. هلاقي the flexor hallucis muscle أشيلها زي the pronator quadratus في الريست من التيبيا. أخش على the fragment بس take care of the shural nerve. وبعدين اقدر احط 1 or 2 سكروز حسب الجيوغرافي بتاع الكسر. لو بوسترو ميديال فراكشر اخر ابروتش ممكن احط فيجر اوف 4 واخش من هنا لو عندي ميديال مالرس او بوسترو ميديال فراجمنت. طيب احنا عرفنا وين تو ستابلايز السندزموز وعرفنا ازاي نعرف اذا كان السندزموز فيه انجري. طيب امتى ما عملش فيكسيشن للسندزموز؟ لو انا عندي سيزموديك انجري معاها فراكشر اوف انتر ليجامنتس يعني الكسر ابتدى من هنا تحت الانتيرير انفيرير تيبي فيبولار ليجمنت ويتش از انتاكت ومشي كده فوق البوستيرير انفيرير تيبي فيبولار ليجمنت ويتش از انتاكت. معنى كده انا لو ثبتت البون ما عنديش اي ليجمنت انجريز تو سيك فور. الحاجه الثانيه ان انا لو عندي ايفالشن اوف ذا ديلو شابو فراجمنت في الحته دي ان انا ممكن اثبتها بمسمار. لو انا عندي الايفالشن من الناحيه الثانيه من الفيبولا اللي هو اللي اسمه فيجستاف فراكشر ممكن ان انا برضو اثبته. ده التيلو شابو فراجمنت متثبت بسكرو او ممكن الناحيه الثانيه اثبته في الفيبولا. العيان ده كان جاي ميديال مالرس. لو انت بصيت على الاكس راي كيرفولي هتلاقي دبل شادو اوف ذا انتيرير تيلو شابو فراجمنت. عملنا سي تي طلع ان هو في فعلا فراجمنت ايفالشن من التيلوش هابو فراجمنت باينه في الاكسيال كاتس. جزء كبير الحقيقه في الانترا اوبراتيف يبان اكبر بكتير من كده. اند ات واز فيكسد ذا ريستور ذا انتجريتي اوف ذا انتيرير سيندزموديك ليجمنت. الفولكمانز تراينجل طبعا لو ثبتناه من ورا از فيري جود فيكسيشن والبوني ميديال كومبلكس. طب افرض عندي ليجامنتس ميديال كومبلكس انجري للدوث ليجمنت هنقوله بعدين. هاو تو ستابلايز سيندزموز ده بتهيألي استاذ الدكتور اسامه الشاذلي هيتكلم عنه. انا هقول باختصار ان انت محتاج اولا اناتوميك ريدكشن اوف ذا فيبولا ان ذا انسيزيورا. This is a must. هتعرف ازاي الاناتوميك ريدكشن؟ اولا في الاكس واي زي بلينز في اللينس اوف ذا فيبولا في الويبرز 3 كرايتيريا. اولا ان الكورتكس بتاع الفيبولا ماست بي ان لاين مع الكورتكس بتاع البلافوند.
ثانيا ان الشينتون لاين او بنسميها الدايم ساين ان اللور اند اوف ذا فيبلا مفروض بيبقى فيها كورتكس ماشي مع اللاترال تيبركل اوف ذا تيلس. ثالثا ان الجوينت لاين مفروض في كل حته يكون سيم ويتس. يبقى عندنا هنا الويتس بتاع الانكل جوينت في كل ناحيه ايكوال. الشينتون لاين او الدايم ساين هنا اهو دايم اللي هو العمله دي مفروض انها تبقى ماشين زي شينتون لاين. وبعدين الكورتكس اوف ذا فيبولا ده مفروض يبقى ماشي ان لاين مع الكورتكس اوف سب كوندرال بون اوف ذا بلافوند. وشايفين في الـ في الكادافيريك سبيسيمن دي السب كوندرال بون اوف ذا فيبولا از كونتينوس مع السب كوندرال بون اوف ذا تيبيا هير. وزي ما فكرتكم قبل كده ان احنا الفيبولا لو displaced superiorly this means lateral translation by definition. اهم حاجة ان احنا ممكن نقيسها بالضبط accurate التيلو كرورال انجل ان احنا ناخد لاين مع ال roof of the ankle joint مع tips of the medial and lateral malleoli وناخد perpendicular على ده هتطلع انجل غالبا 83. مش مهم المقدار بتاعها قد ما هي very exactly similar in both ankles with difference very little no more than 2 degrees. يبقى انا لو قست العلامة دي حتى intraoperative x-ray هيعرف اذا كان الفيبلا فيها shortening ولا لا. غير ان البوني fragment لو لقيت اي بوني evulsed اعرف ان انا في مكانها رجعت ولا لا. اللاترال x-ray تبين اذا كان الفيبلا anterior or posterior. اقارن بين التو اكس راي بين التو انكلز انترا اوبراتيف. وممكن لو انا عندي الفاسيليتي بتاعت انترا اوبراتيف سي دي في بعض الكلوز هي كرود ان هي لو الفيبلا دي روتيتد شويه هتبان لايك ان نورمال شيب لايك سبون راذر ذان اتس نورمال شيب. بعد ما اتاكد ان الفيبلا في مكانها هثبت ازاي؟ هثبت ان انا لو عندي ريستورد مثلا ليجمنت او اثنين او بوني ايفالشن او اثنين يبقى انا محتاج فليكسيبل فيكسيشن زي التايت روب او الاند باتون. لكن لو انا ما عنديش اي ليجمنتس او بوني ايفالشنز اقدر اثبتها انا معتمد تماما على السيندزموتيك سكرو يبقى انا هثبت ريشيد فيكسيشن باي سكروز. ده الالاستيك فيكسيشن وده السكروز انا مش هتكلم عنها بالتفصيل لكن هي ليها تيبس اند تريكس كتيره. نيفر ان انت تحط السندزموتيك سكروز ان ذا جوينت. هو مش مكانه هنا. الجوينت بيكستند من 1 تو 2 انش يعني لحد هنا اهو من حوالي ممكن يكستند اب تو 6 سنتيمتر. انت بتحط السكرو اتليست 1 انش اباف ذا انكل جوينت لكن نيفر ان انت تحطه اكروس ذا هاي لاين كارتج. الدايركشن والحاجات دي في الحالات اللي هي فيها ميزانوف انا معتمد بس على الفيكسيشن اوف ذا ما عنديش اي بوني انا معتمد على الليجامنتس ممكن احط تو سكروز ات 1 انش اند 2 انش ابوف ذا انكل جوينت. هنا بنقيس التيلو كرورال انجل انترا اوبراتيف وقلنا برضو تشيك بالتيلو كرورال انجل والفراجمنتس والاوبراتيف سي تي لكن اهم حاجه في البوست اوبراتيف سي تي يو ماست دو بعد ما تعمل سندزموتيك فيكسيشن لان في ايفيدنس suggests that there is a significant rate of syndesmotic mal reduction post-operative. Thus, repairing the deltoid ligament at the time of the lateral malleolus fixation, it reduces the incidence of mal reduction of the syndesmosis, well, that importance of that. And it decreases the need to fix the syndesmosis لو انت عملت له repair. فده انت عملت another way of indirect fixation of the syndesmosis if you repair the deltoid ligament. الريبير دلوقتي في حالات الانكل مالورال فراكشر is still debatable لكن زي ما قلنا 40% of ankle fractures with syndesmotic injury have MCL injury. 40% of the non-surgically repaired MCL have residual symptoms. The MCL repair must be لو الميديال كلير سبيس اكتر من 5 ملم او طبعا لو انت مش قادر الانكل مالورال فراكشر مش قادر ترجعه يبقى فيه ممكن البوستيرير تجانس بوستيرير تندون في الميديال جوينت او الليجمنت نفسه بريفنتنج ريدكشن. It decreases the mal reduction of the syndesmosis. It's not necessary in type B as هو partial syndesmotic لكن في type C
it is better to explore and repair the medial collateral ligament. وعشان كده في increased incidence دلوقتي of late repair of the deltoid ligament by reconstruction like the ACL. The take home message that in the supination abduction type, the medial malleolus fracture is vertical. The lateral malleolus is avulsed and transverse. The syndesmosis must be intact and it is type A in AO classification. Pronation abduction fracture, it starts by transverse traction injury of the medial malleolus and highly comminuted lateral malleolus. The syndesmosis is intact in most of the cases, but not all the cases, and it is type B in AO classification. Supination external rotation, it starts by oblique fracture of the lateral malleolus after the fracture, rupture of the anterior inferior tibiofibular ligament, and the medial malleolus is lost, is stage four. Syndesmosis depends whether the fracture start below or above the syndesmosis, and it's type B again in AO classification. The pronation external rotation type, which is type C in AO, means that the syndesmosis is at least partially injured. The medial malleolus is first and it must be injured. The fracture of the fibula is high, 2-3 inches above the ankle joint, and it is short oblique in a reverse direction, and the syndesmosis is at least partial or completely injured. There is many variables of ankle or malleolar fractures, too many variables. There is two classifications. One is 27 subgroups. This is the AO classification. The other one is four types, is 2 to 4 stages every type. But it's much more important explaining the mode of failure and method of management. There is many ways around for accurate diagnosis and reduction and stabilization, but the CT needs and classifications are emerging, shows the that there is more secrets in the malleolar fractures. It's not only for syndesmotic injury and the reduction, but also for the incisura and the posterior malleolus and its important role. The MCL has now increasingly appreciated significance. So I end up with that. Not every malleolar fracture is simple fracture. Thank you very much.